والله هي بشكل عام الصيام صحة، والمعروف أنه صوموا تصحوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بالنسبة لأمراض معينة واللي هي أمراض المزمنة، أمراض الكلى، واللي يعاني المريض بسبب ارتفاع اليوريا والكرياتينين وما إلى ذلك وقلة السوائل راح تسبب له كثير مشاكل، ننصح بعدم الصيام. كذلك أمراض المرضى السكري اللي يعانون من مرض السكري ويجي يعني يترك الأكل والسكريات مدة طويلة راح تأثر على هاي ويجينا هبوط سكري حاد، وهذا حياة يعني عامل من عوامل الخطورة، يعني ممكن يفقد حياته بسبب هبوط حاد بالسكر. لذلك ننصح بالالتزام بالعلاج ومراجعة طبيب مختص وخاصة في فترة الصيام، وننصح الناس طبعا ننصح الناس انه يلتزم بالإرشادات اللي يقدمها الطبيب. يجب عدم الإسراف، الإسراف يعني وقت الفطور ما سوائل كثيرة أو أكل زائد أو سكريات زائدة راح تأثر بشكل سلبي، وإحنا بالطوارئ خلال فترة الصيام خلال فترة النهار تقريبا تكون الأوضاع مستقرة، مجرد ما يأذن المغرب بعد نصف ساعة نشوف حالات التسمم، حالات يعني أكل مفرط، حالات التقيؤ. أسبابها سوء يعني سوء إدارة المعدة، يعني أنت المعدة لازم المعدة بيت الداء. والله أنصح بقلة السوائل، يعني من أبدي أكل بتدرج وما أكثر بالأكل ما أكثر بالسوائل، يعني أبدي بشغلات بسيطة على شكل شوربة على شكل يعني لبن على تمر، شيء بسيط مبدئيا، مو أكثر بالسوائل وراها أتوازى ومعدة وجع بالمعدة ومشاكلها كثيرة.